هناك من المواطنين من يقول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أن الشركات الخاصة بالعمالة هي شركات استغلالية من خلال تكاليف أسعار استخدام العمالة. ردك على هذه النقطة. بالنسبة للعمالة المنزلية القالب يتكلم على التكاليف اللي انها ترتفع. التكاليف هذه ارتفاعها لها اسباب عدة، يعني ما هي اليوم ما نتحكم فيها انا وانت ولا او الشركات او ايا كان ما يقدر يتحكم فيها. هي عبارة عن عرض وطلب في الاسواق المحلية الخارجية. اليوم سوق العمالة دخل معك منافسين مش بس دول الخليج، دخل معك اليابان، هونغ كونغ، سنغافورة، ماليزيا، بروناي، الدول شرق آسيا، حتى كوريا الجنوبية بدأت تستخدم عمالة.